السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في قناتكم الجميلة أو معتز الإلكترونيات على اليوتيوب. بالنسبة اللي بتفرج عليها لأول مرة، ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة فعل الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد، كل ما يخص الإلكترونيات من شروحات وأعطال، وكل ما يخص الترددات الفضائية على جميع الأقمار، وكل ما يخص الأحداث الرياضية والقنوات الناقلة له. بإذن الله اللي هيتابعنا هيستفاد من الحلقات اللي أنا بقدمها لكم أول بأول. تعالوا بنا نشوف الحلقة النهاردة بتتكلم عن ايه. تردد جديد وحصر ظهر على النايل سات لقناة الإباء العراقية، واحدة جميلة ومن أجمل القنوات العراقية الموجودة على النايل سات. لو القائمة اللي عندها خلاف اللي أنا بشرح لها بسهولة جدا، هتدخل على الشروحات الموجودة داخل قناتي، ومن خلال الشروحات الموجودة هتقدر تضيف أي قناة أو أي تردد على جهازك بكل سهولة. كل الشروحات موجودة داخل القناة، سواء للرسيفر العادي أو بالنسبة لشاشات العرض اللي بتحتوي على رسيفر داخلي. أما بالنسبة لقائمة الأجهزة الميني وأكثر من 90% من الأجهزة الموجودة في السوق، هنضغط من الريموت على زرار الميني ونقف على قائمة فيها كلمة تركيب، بضغط عليها وزرار الأوكي. بعد كده بدخل لقائمة الترددات وأضغط على بزرار الأوكي، وفي حالة التعامل مع القوائم الإنجليش هضغط من الريموت على زرار الميني وأقف على كلمة انسليشن وأضغط أوكي، وبعدين ندخل على كلمة ترانزبوردر ليست أو ترانزبوردر وأضغط عليها بزرار أوكي. ومجرد ما بدخل لقائمة الترددات، كل اللي هعمله أضغط من الريموت على الزرار الأحمر واكتب التردد بتاعي واضغط اوكي، واجي الخطوة اللي بعد كده وانا اقف على التردد اضغط من الريموت على الزرار الازرق واضغط اوكي، وبالتالي الجهاز هيبحث التردد ويظهر معايا قناة جميلة جدا في قائمة البحث مكتوب عليها قناة الاباء تي في او قناة الاباء العراقية. اضافة جميلة لقنوات النايل سات بتاريخ شهر 1/2/2022، موجودة على تردد 10972 معدل الترميز 27500 القطب اتش او هوريزونتال او افقي. تردد اشارته عليه وبيعمل على كل الاطباق ابتداء من 60 او 70 سنتي، وبيعمل على كل الرسيفرات وكل شاشات العرض اللي بتحتوي على رسيفر داخلي. الاباء تي في اضافه جميله ومميزه جدا لقناه النايل سات، بهدايا لكل المحبين اللي بيتابعوا معايا الترددات الجديده والحصريه اول باول. بكده حلقه النهارده خلصت، واستنونا في كل الترددات الجديده والحصريه. اشوفكم على خير في حلقه تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.